اليوم آخر إشي أعطيتنا لهون لهون أيوة، وحكينا عن شو نرجع شوي. المحاضرة اللي فاتت اللي هي امبارح حكينا عن موضوع اللي هو شكل أو طبيعة تمثيل الداتا سيت. هسا طبيعة الداتا سيت زي ما هي موجودة قدامكم، كل كولوم بحكوا له فيتشرز، مجموعة كولوم بحكوا لهم اللي هو independent value، الكولوم الأخير اللي هو اسمه التارجت فاليو أو ليبلت فاليو أو الديبندنت فاليو. الداتا اللي جوا الداتا سيت، الداتا كل داتا لحالها اسمها انستنس. هسا في شغلات بدي دائما كمان انتبه لها في المشين ليرنينج غير عن اللي انا حكيته امبارح، انه لازم تكون طبيعه الداتا سيت هي خلينا نقول بتغطي كل الحالات. وشغله ثانيه انه لازم تكون طبيعه الداتا سيت مظبطه، يعني ما يكون فيها نيل فاليو، ما يكون فيها شيء مثلا نيل فاليو، ولازم يكون في بالانسنج في الداتا. كيف يعني بالانسنج في الداتا؟ يعني عندك هذا العمود هذا الفيتشرز الارقام فيه صغيره، بينما هذا الكولوم الارقام فيه كبيره. انا في الماشين ليرنينج بيقول لك دائما الكبير بيطغى على الصغير، يعني ارقام الكبير بتغطي على الصغير، فبتطلع عندك الداتا يعني امبالانس. فدائما لازم نعمل له شيء في بري بروسينج، راح ناخذ ان شاء الله لو قدام ان كتب النصيب، في شيء اسمه السكيلينج، كيف تعمل سكيلينج للداتا. ففي شيء اسمه سكيلينج هو بيعمل بالانس في الداتا، بيخلي الارقام ما بين ال1 ولغايه ال3 اعتقد. طبعا طبيعه البري بروسينج اللي بتصير في السكيلينج هي يعني لا انا ولا انت بنعرف كيف بيشتغل الالجوريثم فيها، لكن هو بيفصل الداتا كامله بحيث انه تكون كل الفيتشر طبعا باستثناء فيتشر تارجت فاليو كلها بالانسنج. الشغله الثانيه بالانسنج يعني تكون ارقام متقاربه، يعني هذا بيعمل له سكيلينج بحيث انه تكون ارقام ما بين ال1 لغايه ال3، لحتى طبعا مش بس هذا بيعمل لهذا وهذا وهذا. ليش؟ لانه السكيلينج لازم يكون عليهم الثلاثه لحتى يصير في بالانسنج في الداتا. الشغله الثانيه من البري بروسينج اللي بيعملوه انه الالجوريثم المودلز اللي انا بدي اشتغل عليه في الماشين ليرنينج هو ما بيفهم عليك كلام، ما بيفهم تكست، فانت بحاجه انك تعمل تحول هذول تعملهم انكودر. ففي عندنا بري بروسينج اسمه ليبل انكودر، بيحول الارقام او بيحول التكست الى ارقام لحتى المشين يقدر يقراها. يعني هي بتكون ارقام كونسيست لطبيعه الداتا الموجوده هنا، وبتكون هاي الارقام بالعاده بالانسنج مع الارقام الموجوده لحتى المشين يقدر يقرا ويتنبا، لانه الالجوريثم ما بيفهم تكست. تمام؟ هسه في شغلات كمان من التشالنجز اللي بتواجه المشين ليرنينج، او خلينا نقول البريدكشن. بعض احيان بيكون عندك عدد الاعمده في الداتا سيت كثير كبيره بينما حجم الداتا صغير. عدد الاعمده بيكون كثير كبيره وحجم الداتا صغير، بهاي الحاله بيطلع عندنا شيء اسمه اوفر فيتنج. يعني لما تيجي تعمل بريدكشن بتكون دائما النتيجه خارج عن العادة، يعني نتيجة كبيرة كثير، ومهما بتعمل انهانسينج حتظلها النتيجة هي اوفر فيتنج. اذا في بري بروسينج كمان بيعملوه بيحكوا له كوفيشنس اللي هو او الهاي كورليشن بتوين هذول الاعمدة مع التارجت فاليو، واختار اكثر الاعمدة اللي لها علاقة قوية مع التارجت واشتغل عليها، ما في داعي اشتغل على كل الاعمدة. ايضا في عندنا شيء اسمه اندر فيتنج. هسه الاندر فيتنج هي عكس العمليه، بعض الاحيان بتكون عدد الاعمده صغير، يعني يعني عمودين بس حجم الداتا كثير، فبالحاله هاي بيطلع عندك دائما شيء بحكوا له اندر فيتنج. ما بعرف اذا اخذتوها في مواد زي الداتا مايننج او المشين ليرنينج مرت عليكم هذا الكلام، فبيطلع عندك اندر فيتنج. طب انا لازم كمان اعمل تحسينات
على الداتا سيت، بحيث انها في تكنولوجي جديده اسمها الرابر تكنيك، بيعطي لك بيطلع لك زي داتا سيت افتراضيه بتعمل عليها فاليديشن لحتى تسوي هاي التحسينات. هاي شوية تشالنجز بتواجه الداتا سيت قبل ما انا اعطيها للماشين يتدرب عليها. لازم انا اكون منتبه لها. طبعا كل موضوع التفاصيل حنفوت فيهم يعني بشكل مفصل ان شاء الله. في شوية رياضيات، شوية رياضيات لازم نتعرف عليها. في عندك المود اللي هو يعني هو الرقم الأكثر انتشار في الداتا. فلو أقول لك إنه مجموعة هاي الأرقام إيش المود تبعهم، أكيد المور فريكوينت اللي هو إيش الرقم 5. في عندك إيش اسمه المين الوسيط. هسا المين هي مجموع القيم على عددهم، يعني بتحسب هذول القيم على عددهم، فبيطلع عندك 4200 تقسيم مثلا عدد القيم اللي هم 1 2 3 4 5، فبيطلع عندك الافرج اللي هو المين 840. تمام. ففي عندك هذول الارقام. طبعا انا قاعد بركز على الاشياء اللي هي راح تهمنا في بايثون، هي يعني هاي الاشياء اللي حتهمنا في بايثون نركز عليها. في عندك مود مين، في عندك الستاندرد ديفيشن اللي هو الانحراف المعياري. الستاندرد ديفيشن هو ببساطة يعني بيشوف مدى اختلاف او مدى تباعد او تقارب الارقام مع بعضها او عن بعضها. تمام. فالستاندرد ديفيشن لها قانون طبعا زي ما هو واضح قدامكم. اكس هي القيم اللي انا بعطيها اياها، خلينا نقول هذول القيم. تمام. هسا الاكس باي اللي هي سمبل مين اللي هي نتيجة المين تبعها. طب شو نتيجتها؟ اللي هي شو؟ الارقام، مجموع الارقام على عددهم، فحطلع المين. اشارة الجروب او اشارة، خلينا نقول هاي بحكوا لها سمشن، يعني مجموع القيم، مجموع القيم لكن متى؟ بعد ما انقص هاي الارقام من المين. مثال على ذلك هاي نقول هنا عندي انا هذول الارقام. هسه اول اجراء بدي اسويه بدي اقول شو، انه لازم اطلع شو اسمه المين تبعهم اللي هي بحكوا لها اكس باي. فالاكس باي هي تساوي اللي هي 1.5 زائد 1.8 زائد 2 زائد 1.7. فلو نجمعهم حتطلع عندنا هاي الأرقام، هي خلينا نقول 1.8 زائد مثلا 2 زائد، فحتطلع عندي هي يساوي 0. طبعا 7 على شو؟ اللي هو 1 2 3 4، 7 على 4 ويساوي قديش؟ 7 يساوي 7 تقسيم، خلينا نقول 4 يساوي اللي هو خلينا نقول 1 بوينت، خلينا نقول 75. اوكي. هسه هاي اللي هي اكس باي، كيف بدي ارسمها؟ اكس وبكون عندك ايش عليها اللي هي اكس باي. هسه انا شو بدي اسوي بعد هيك؟ بدي انقص هذول الارقام من المين. هذا يعتبر المين، هذا اللي هو المين. فبدي اقول الان هو اللي هو 1.5 ناقص اللي هو 1.75. تمام. فراح يطلع نشوف قديش القيمة اللي راح تطلع. 1. وراح نربحهم الان، نربح هذا الرقم. بس تدري ان انت عم تشتغل عليها مش مبين، مش مبين الشاشة مبين عندكم؟ ما بعرف بقية الزملاء اذا مبين عندهم. مبين الشاشة مبينة. مبينة والله. يمكن عندك تقدر، اذا بدك اطلع وارجع فوت.
خلاص تمام، خليني اطلع وارجع فوت لانه راح هلا هي ممكن ضعف النت. اوكي ممكن ماشي حياك الله. هسا بناء على القانون الموجود عندي هذا، بناء على هذا القانون بدي انقص هاي اكس اي، يعني بدي انقص القيم اللي هون من ايش؟ من المين واربعه. عشان هيك كنت بحكي اللي هو الرقم هذا اللي هو بيطلع عندي ناقص 0.25، تربيعه بيطلع عندك اللي هو الرقم اللي هو 0.06 اعتقد، مش عارف هو 625 اعتقد. ايوه هاي. الان نفس الشيء بتم عندي العمليه على اللي هو 1.8 ناقص، طبعا كمان نفس الشيء المين. فخلونا نشوف هنا ناقص اللي هو نربعه حيطلع عندي 0.25. نفس الاشي راح اجرب الان على اللي هو ايش، اللي هو 2 ناقص اللي هو 75 ونشوف قديش راح يطلع لنا هون. ايوه نرجع كمان الربع فراح يطلع لنا اللي هو 25، فراح يطلع لنا نفس الرقم اللي فوق 0.625. برضه راح نجيب اللي هو 1.7 ناقص المين ويساوي، راح نشوف ونطلع التربيع تبعهم. هو 1.2 ناقص، فراح نربعه فراح يطلع عندك تمام. هسه هذولا شو اعتقد ايهاب دخل معنا؟ ايوه هسه هذول القيم شو بدي اسوي فيهم؟ بدي اجيب مجموعهم، بدي اجيب ايش؟ مجموعهم. فراح اجمع هذول القيم، فراح نقول هنا اللي هو 0.0625 زائد اللي هو 0.0025 زائد اللي هو 0.0625 زائد 0.0025. هذا كله راح اجمعه واشوف شو راح يطلع عندي جوابه اللي هو هذا. لغايه الان انا في المنطقه هاي، فراح اقول له الان هاي الارقام اللي هي 0.0625 زائد اللي هنا 0.0025 زائد 0.0625 زائد لا هيك زائد فراح يطلع عندي الجواب هو خلينا نقول هنا يساوي equal 0.13. هسه هذا الرقم راح نحطه على الان ناقص واحد. طب شو الان؟ يعني احنا طلعنا المنطقه هاي كامله، الان راح يكون عندي خلينا نقول القيمه اللي طلعت عندي من الناتج هذا على الان ناقص واحد. الان هي عدد القيم الموجوده عندك هون، هي عدد القيم الموجوده عندك هون. فراح تقول اللي هو قديش عدد القيم؟ 1 2 3 4 ناقص 1 يساوي 3. فراح نقول هنا 0.13 تقسيم اللي هو التقسيم 3. فراح نشوف الجواب شو راح يطلع هنا تقسيم 3، فراح يطلع عندك هو 0.04 خلينا نقول equal 0.04. هذا الرقم بيعطيك انديكيت، بيعطيك انديكيت اللي هو او هو جواب ال STD standard deviation اللي هو مدى قرب او بعد الارقام. فهذا الجواب بيقول لك انه كل ما كانت الارقام اكبر او كل ما زاد الرقم، يعني صارت كل ما زادت هاي القيمه يعني صار مدى تفاوت او اختلاف او بعد الارقام عن بعضها اكثر. الرقم هذا بيعطيك انديكيت ان اللي هو الاستي دي ان الارقام الموجوده عندك هون هي متقاربه
لبعضها البعض، هي متقاربة لبعض البعض، هذه هي بحكوا لها الستاندرد ديفيشن. اوكي، فاحنا شو سوينا بناء على هذا القانون؟ رحنا جمعنا الارقام هاي، طلعنا المين تبعها، فطلع عندي هذا المين. الان بعد ما اجينا جبنا المين نقصناه من القيم الموجوده عندي هنا، فجبنا 1.5 ناقص 1.7 مثلا 5، فطلع عندي هاي القيم، لكن ربعناهم لانه في تربيع هون. بعد ما طلعنا هاي القيمه جمعناهم، هو السمشن بحكوا لهم. بعد ما جمعناهم رحنا قلنا هم الرقم اللي طلع عندي على الان ناقص واحد، الان هم عدد القيم اللي اصلا موجوده عندي هون ناقص واحد يساوي ثلاثه، فطلع عندك 0.04 اس تي تي. فهذا بيعطيك انديكيت انه الارقام اللي موجوده عندك هون هي متقاربه نوعا ما الى بعض البعض، هذا بيعطيك انديكيتر. طبعا انا حاط عليه مثال واعتقد هو نفس المثال هي موجود، فنفس الرقم اللي طلع لنا اللي احنا حكينا عنه، فطلع لنا هاي الارقام، فبيعطيك انديكيت انه ايش، انه هاي الارقام هي متقاربه. دكتور عندي سؤال إذا ممكن. لا بالنسبة لأنه بدنا نعمل كل هاي الخطوات وكل هذه الأشياء، الأرقام الموجودة عندنا بالمثال قليلة، فسهل إنه نعملها أو حتى نظريا يعني مبين إنه متقاربين، هل في البايثون راح يكون هو البرنامج لحاله راح يحسبه؟ لأنه هسه صعب لو كان ايوه شكرا، صحيح. هسه بايثون اكيد طبعا، يعني انا اللي قاعد بعطيكم اياه في الماثماتيكال هذا السمبلي، بس لو قدام حيطلع معنا في كود في الستاندرد ديفيشن، بس علينا نحط وان لاين اوف كود في حجم داتا في الاف الارقام، حيطلع لك النتيجه خلينا نقول يمكن 3 4 ثواني. تمام، بس هي تبسيط للعملية، هاي هي القضية، بحكوا الانحراف المعياري كيف ممكن اني انا اشوف هاي الارقام متقاربة ولا لا، لانها ممكن لقدام تعكس علي في قضية اللي هو البالانسينج اللي قاعد بيصير عندي في الداتا. اوكي، تمام. في عندك الميديان اللي هو المتوسط، اكيد مر معاكم الميديان، بيكون عندك مثلا مجموعة أرقام، أول إجراء شو بتسوي؟ بترتبهم من الأقل إلى الأكثر، فرحنا جبنا 2 هو 2 5 6 9 10 14 إلى آخره. الآن هاي الأرقام رتبناها من خلينا نقول ascending، يعني من الصغير للكبير. الآن إذا كان عدد الأرقام زوجي بتنقص من واحد وبتقسم على اثنين، لكن إذا كان عدد الأرقام فردي إيش؟ شو اسمه؟ إذا كان عدد الأرقام عفواً فردي بتنقص من واحد وبتقسم على اثنين، ولكن إذا كان زوجي فقط يعني بتقسم على اثنين. فلو جينا نطلع قديش عدد الأرقام، 2 4 6 7، إذا هو odd، فراح نقول 7 ناقص 1 على 2 و6 على 2 يساوي 3، فبروح بختار الرقم، يعني الميديان حيكون الرقم اللي بيطلع بعد الرقم 3. فلما اجي اعد هنا راح الاقي 1 2 3 الرقم اللي اجى بعد الرقم الثالث اللي هو 9. اوكي، فهذا هو حيكون الميديان. هسه في الميديان في الارقام الزوجيه احنا قلنا بنقسم بس على 2، طبعا نفس العمليه، هاي الأرقام بنرتبها من الأقل إلى الأكثر، لكن بنقسم بس على 2، 2 4 6 8، 8 على 2 يساوي 4، فبروح بختار الرقم اللي إجا بعد الرقم الرابع 1 2 3 حيكون في عندي 4، راح يكون الرقم ما بين اللي هو شو؟ حيكون ما بين العشرة راح هسه هون بنقول راح يكون ما بين التسعة والعشرة، ما بين التسعة، فبنجيب التسعة والعشرة بنجمعهم بنقسمهم على 2، فحيطلع عندي الميديان هو 8.5. تمام، فحيكون الرقم عندي هو بهذا المكان. هذا هو يعني فكره الميديان على ايش تنبنى. اوكي، في ناس هاي في ناس مش فاهمهن، هن بسيطات سيمبلي، لكن ممكن انه هي للتذكير. مرت معاكم يا ايهاب دانيا؟ مرت معاكم هاي اكيد. أو مرت. أوكي. هسه هون
والله هذا هذا أخذناه. طيب في عندك الانتر كوارتر رينج، هاي شو بحكوا لها اللي هي الرباع، كيف اطلع الرباع؟ هسه اذا بدك تطلع الرباع يعني مثلا طلع 25% 50% 75% من هاي الارقام. مبدئيا لازم تطلع اللي هو خلينا نقول الميديان، فبترتب الارقام من الاقل الى الاكثر وبتشوف اذا كان اود بتنقص من واحد وبتقسم على اثنين، واذا كان ايفنت هو ايش راح يكون؟ بتقسم بس على اثنين، فهم اثنين اربعه سته سبعه، فحيكون عندك سته على اثنين يساوي ثلاثه، فبنختار الرقم اللي هو تسعه. اذا ال 50% من هاي الارقام هو الرقم تسعه. هسه بدي اطلع ال 25% من هاي الارقام، فبجي باخذ هذول الارقام لحال، هذول باخذهم لحال بجيبهم هون. هم اود ولا يعني زوجي ولا فردي؟ هو زوجي، معناته بقسم على اثنين، فراح يكون عندي اربعة على اثنين يساوي اثنين، فراح يكون عندي الرقم ما بين ايش اللي هو الستة والتسعة، فبجمعهم بقسمهم على اثنين فحيطلع عندي ست ونص. فالخمسة وعشرين بالمية من هاي الارقام حيكون اللي هو ست ونص. طب انا بدي اجيب الخمسة وسبعين بالمية الان، بجيب الارقام من عند تسعة ولغاية العشرين، فباخذهم كمان على جنب بحسبهم، فبيطلع عندي أربعة على اثنين يساوي اثنين، فراح أقول إيش أنا عندي الأرقام حتكون عندي 14 و20. هسا 14 و20 بقسمهم طبعا على اثنين اللي هم 34 تقسيم اثنين بيطلع عندي 17، فحيكون نسبة ال 75% من هاي الأرقام هي رقم اللي هو 17. فهنا طلعنا اللي هو 25% من هاي الأرقام، 50% من هاي الأرقام، وال 75% من هاي الأرقام وين بيجي. أوكي، هاي هي طريقة كيف إني أنا أتعامل أو أطلع ال 50% أو الرباع زي ما بقولها، الرباع اللي بتكون في منتصف هاي الأرقام. في عندكم كمان شغلة كمان هاي بتهمنا في موضوع الأري في كود في بايثون، الماتريكس. هسه حطوا عندكم ببالكم انه الماتريكس هاي، خلينا نقول هون عندي 1 3 4 6 هاي اسمها ماتريكس. دائما في الماتريكس الصف الرو يطلق عليه باسم باختصار ام، بينما الكولوم يطلق عليه باختصار باسم اللي هو ان. فلو اسالك سؤال، هاي الماتريكس اللي قدامك كيف ممكن نمثلها؟ شو 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 ابعادها؟ شو راح تقول لي؟ اللي هو اكيد ام في ان. طب قديش الام؟ قديش الام؟ واحد واحد ضرب قديش الان؟ أربعة. أربعة. فأبعاد هاي الماتريكس هي واحد في أربعة، يعني صف وأربعة أعمدة. فهذا هو الجواب. بس خلوا بالكم ملاحظة أنه أنا في عندي إيش اسمه أم، هو بيمثل رو تمام، وعندي اللي هو الأن بيمثل الكولوم. الآن لو نطلع على هاي شو أبعادها؟ أم في أن. طب الأم قديش فيها؟ اللي هي 1 2 3 اللي هم ثلاث صفوف، وان ثلاث اعمده، فراح تكون عندي هي 3 في 3. هاي ابعادها ايش؟ اكيد 1 في 3. هاي ابعادها اللي هي 3 في 1. الان بدي اجيب الادرس تبع الداتا، يعني بدي اجيب الادرس مثلا 2، الادرس تبع الاثنين وين؟ ام في ان، معناته هي 2 في 1. طب الادرس تبع الفور حتكون عندي 1 في ايش؟ 1 في 2. الادرس تبع الناقص 3 وين راح تكون؟ 3 في ايش؟ في 2. الادرس تبعت الفايف مثلا 1 في 3 وهكذا.
فانا اذا بدي اجيب الادرس كمان، طبعا هذا الكلام انا قاصده ليه؟ لانه هو اللي انا بدي اياه لقدام لما نعمل لوك اور اي لوكيشن، يعني انه انا اروح اقول والله انا بدي تجيب لي من العمود الاول مثلا للعمود الثاني، انا والله بدي الداتا اللي بتكون موجوده في العمود الاول وهكذا، تمام؟ فلو تطلعوا هاي بحكوا لها الادرس اور البوزيشن، يعني الرقم اللي بيكون موجود عندي داخل الري، شو وين الادرس تبعه في السبعه مثلا، فراح تكون عندي شو جوابها هاي سبعه. هي 2 في ايش؟ هي 2 في 2، 2 في 2. طيب هسه انك كيف تجمع تو ماتريكس مع بعض؟ في ملاحظة مهمة، دائما اذا اجيت بدك تجمع تو اري مع بعض لازم يكون عدد الام والان في الاري الاولى مساوي لعدد الام والان في الاري الثاني، يعني لازم يكون عدد الصفوف وعدد الاعمده في الاري الاولى مساوي تماما لعدد الصفوف وعدد الاعمده في الاري الثاني اذا جيت تجمعهم مع بعض. طبعا كيف بتتم عمليه الجمع؟ بجمع 1 زائد 5 يساوي مثلا 1 زائد 4 عفوا 1 زائد 4 يساوي 5، 0 زائد اللي هي خلينا نقول يعني هاف اور 0.5 مثلا بيطلع عندك نص، 2 زائد 2 يساوي 4، 5 زائد 5 يساوي 10، 3 زائد 0 يساوي 3، 1 زائد 1 يساوي 2، فحتطلع عندك ماتريكس هي نفس ابعادها نفس ابعاد الموجود عندكم. هذا متى؟ هذا في حاله الجمع او الناقص. لكن في حالة الضرب طبعا غير هيك ما بزبط، يعني إذا جيت كانت هاي الماتريكس تبعها مثلا 3 في 2 وهاي 4 في 6 ما تزبط، ما في الكود في بايثون ما راح يحسب لك إياها، أوكي؟ فبدك تنتبه إنه الماتريكس في حالة الجمع والناقص لازم تكون عدد الأري اللي موجودة في الأول يساوي نفس عدد الأري او الابعاد نفس الشيء. هسه في حاله الضرب، هسه في حاله الضرب يا انت امام خيارين، يا اما يكون خلينا خلص نشرحه هون، يا اما انه يكون الري هم نفسهم يعني عدد الام والان مساوي لعدد الام والان اللي هون، او يكون عدد الان اللي هنا مساوي لعدد الام اللي هون، فبالنهايه حتطلع عندك ابعادها مساويه ل خلينا نقول الارقام اللي بتكون موجوده عندي في، يعني حتكون مساويه، يعني مثلا هنا قديش عدد شو 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 ابعادها؟ 2 في ايش؟ في 3، وهاي شو ابعادها؟ اللي هي 3 في 4، فبنجيب اخر رقم اللي هو الكولوم يساوي عدد الرو في الاري الثانيه، هيك بتزبط. لكن النتيجه حتكون اللي هي 3 ب 3، عفوا النتيجه حتكون 2 ب 4، يعني حتكون صفين واربع اعمده، صفين واربع اعمده، تمام؟ فاهمين هاي ولا لا؟ فاهمينها؟ اوكي. دكتور. اكيد. خلينا نشوف. هيكون عندك هنا مثلا 1 2 3 4 3 2 6 6 هيك مثلا، وهنا خلينا نقول مثلا 1 3 4 5 عندك هنا 5 مثلا 6. لو نجي نشوف شو ابعاد هاي، هي 2 في ايش؟
في 4. طب وهاي شو أبعادها؟ هي 2 في إيش؟ في 3. لازم إذا بدك يكون الضرب يا إما يكون عدد الماتريكس بيشبه بعض، أو يكون آخر رقم في الماتريكس الأولى مشابه لأول رقم في الماتريكس الثاني. هل متشابهين؟ هم لا، معناته الجواب حيكون شو؟ إنه ما راح تزبط، يعني حيعطيني إيرور عليها بالكود. طب شو الحل؟ الحل إنه تكون هاي المنطقة أو هاي هذا المكان يكون عدد الرو اللي فيه يساوي مثلا 4. هاي فلو جينا نعمل نفس الاشي هنا عندك 4، هنا 4 عدد الأعمدة، هنا عدد الرو لازم يكون مثلا 4، 1 4 6 8 2 4 3 9 1 2 3 4 5 4 6 2. هيك لو نجي نقول هاي قديش، هاي 2 في 4، هاي حتكون شو؟ أكيد حتكون 4 صفوف بثلاث أعمدة، فحتكون عندك هنا 4 صفوف اللي هي في 4 أعمدة. 4 صفوف في أيوة عفوا أنا هاي 4 صفوف في 4 أعمدة. الآن تزبط؟ تزبط، هاي الصفوف اللي هنا تساوي الأعمدة، لكن النتيجة شو حتكون؟ حتكون ماتريكس أبعادها 2 في 4، يعني حتطلع عندك ماتريكس حتكون أبعادها صفين في كم عمود؟ في 4 أعمدة. أوكي؟ هاي هي يعني اللي هي قضية multiplication، اللي هي خلينا نقول إنك تضرب الماتريكس مع بعض. هون حطيت أنا مثال كيف بتتم طبعا عملية الضرب. بتتم عملية الضرب إنه أنا بضرب الصف في العمود بعدين زائد، يعني بقول 2 ضرب 6 زائد 1 ضرب 1 ضرب بضرب الصف في العمود، 2 ضرب 6 زائد 1 ضرب 1 زائد 4 في ناقص 2 وهكذا. فهي هنا حتكون عندك هي زي 1 في 10 زائد 2 في 20، 3 في 30، بعدين بجي بقول الآن اللي هو 1 في 11 زائد 2 في كذا زائد 3 في 31، بعدين بجي زي هيك 4 في 10. فهي النتيجة حتطلع بما انه هنا عدد الصفوف صفين، يعني الام 2 في 3 ضرب 3 في 2، فحتطلع عندك 2 في 2، حيكون الجواب 2 في 2، فحيطلع عندك الجواب هو صفين ال 2 ام في 2 ان. في عندك اسمه ترانسبوز. هسه الترانسبوز كيف انك تعمل دوران؟ ليش؟ لانه في عندك تكنيك اسمه بولينوميال، في تكنيك اسمه بولينوميال في الريجريشن. حتطلع عندك اري، لانه في قيمه حيضيفوها هي رقم واحد، فتطلع عندك اري حتحتاج انك تضرب هاي الاري في اري ثانيه. هسه للاسف حتكون تو اري ابعادهم مختلفه، فالحل اني اعمل ترانسبوستنج، يعني اعمل زي دوران لحتى تزبط معي عمليه اني انا اضرب تو ماتريكس مع بعض. فبتكون عندك مثلا هاي كيف انك تعمل دوران للماتريكس، بتكون عندك شكل هيك، فبتحط مثلا 6 4 24 بعدين 1 ناقص 9 8، فبتطلع عندك شكل الري بعد ما عملت لها دوران بهذا الشكل. ليش؟ لانه لقدام حتصير قضيه ضرب، كيف تضرب تو ماتريكس مع بعض لحتى يطلع عندك جواب له علاقه في البريدكشن، فحتواجهك مشكله انه ما بزبط لانه حتكون مختلفه الابعاد، يعني مختلفات، فلازم تعمل دوره للعمل. في عندك
في عندك كمان اللي هو موضوع ال خلينا نقول اللينير، تمام؟ فال كيف ممكن نمثل اللي هو خلينا نقول اذا مرت معكم اللي هي اعتقد انا حطيت عندكم هي الكارتيشن اور لينير ايكويجن. هسه كيف ممكن اسزيرو هنا؟ طبعا هاي حتمر معنا كمان قضيه اسمها لينير ايكويجن اور لينير ريجريشن. فكيف ممكن انا امثل هاي؟ بحكوا لها اكس اكسس وهاي بحكوا لها واي اكسس. هاي القيمه او الـ اذا اجى خط زي هيك بحكوا له مثلا واي انترسبت. اذا اجى خط مثلا هون هيك على الرقم هذا بحكوا له مثلا اكس انترسبت. فلو اجي اقول النقطه اللي عندي هنا او المحور الموجود عندي هنا في النقطه هاي كيف ممكن نمثلها؟ اقول اللي هو 2 في ايش؟ 2 في 3. الزيرو دائما هي الاوريجينال، يعني قيمه الاصل اوريجينال بوينت. لو اجي احط مثلا نقطه هنا كيف ممكن احنا نمثلها عندنا؟ راح تكون عندي هي ايش؟ قيمه اللي هي اكس اكسس اللي هي او محور الاكس يساوي اللي هو ناقص اكيد 3 مع محور الواي هو 2. انا بدي هاي الرسم اللي جبتها عشان نجي لقضيه مهمه اسمها لينير ايكويجن. هسه اللينير ايكويجن حتمر معاكم خلال كمان المحاضرات القادمه، انه اذا اخذتوا اكيد مرت معاكم كلمه اللي هو تكنيك اسمه سمبل لينير ريجريشن او مالتيبل لينير ريجريشن. هسه القانون تبع لينير ريجريشن، القانون هو y يساوي m في x زائد c. ال c هي ال y intercept. y intercept، طب شو يعني y intercept؟ يعني انا عندي هنا 1 2 3، هاي 1 2 3، اجي الخط عندي هون هيك راح اقول والله سي تساوي 2. ليش؟ التقاطع اللي بيصير على هذا المحور يساوي 2. القضيه في اللينير ريجريشن انه انا بدي اطلع قيمه واي. القضيه انه انا بدي اطلع قيمه واي. الاكس يعني بيتم تحديدها في الاحداثيات الموجوده، لكن انا مطلوب مني اطلع قيمه واي في اللينير ريجريشن. الام هي فارق ما بين نقطتين بحكوا لها سلوب، اللي هي قانونها بتكون هي اسمها سلوب، هي فارق ما بين واي واي 1 عفوا هي بتكون واي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص اكس 1. فلو نيجي نطلع مع بعض هون بهذا المكان راح نلاقي انه انا في عندي القانون هو الواي ايكوال ام في اكس زائد سي. السي هو اللي بحكوا لها الواي انترسبت، يعني التقاطع. هاي واي انترسبت، التقاطع اللي بيصير في هذا المكان. الام هو السلوب، وقانون السلوب هو واي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص اكس 1. هسه اللي مطلوب مني ان انا اطلع واي، المطلوب مني ان انا اطلع واي. ففي مثال عندنا هون هيو موجود على هذا المثال، على هذا المثال جيت وقلت لك انا عندي هاي خلينا نقول الاحداثيات، بدي اياك تطلع لي قيمه واي في هذا المكان. هسه لو نجي مع بعض نمثل هذا المكان او النقاط الموجوده عندي في هذا المكان كيف ممكن نمثلها؟ يعني النقطة اللي موجودة عندي، النقطة الموجودة عندي الزرقاء هاي، شو الإحداثيات تبعتها؟ 3 6. دكتور 3 6. ثلاثة، أيوة، اللي هي خلينا نقول قيمة إكس 3 وقيمة واي كم؟ اللي هي 6. 6 يس. وعندي هاي اللي هي النقطة اللي بعديها، هاي خلينا نقول هنا 6. أيوة.
وهاي قديش اللي هي بتكون هي ستة وثمانية صح؟ ستة وثمانية. طيب القانون شو قلنا تبع لينيا ريجريشن هي واي ايكوال شو؟ ام في ايش؟ في اكس زائد السي. طب لو اجيت واعطيتك انا قيمه من عندي وقلت لك والله الاكس تساوي 2، يعني اجيت قلت لك والله الاكس انا عندي الاكس هون هاي الاكس هذا بحكي له اللي هو اكس اكسس وهذا بحكي له الواي، يعني هذا محور اكس وهذا محور واي. اجيت قلت لك اكس تساوي 2 طلع لي واي، فشو بتقول؟ بتقول مبدئيا السي شو تساوي؟ السي اللي هي الواي انترسبت اللي هو المكان اللي تقاطع فيه الخط، صح ولا لا؟ ليس دكتور. اذا السي شو راح تكون؟ 3 المكان اللي صار فيه التقاطع، وين صار التقاطع؟ 4 على وين صار؟ على 4. اذا السي يساوي 4 اللي هي واي انترسبت بتكون. طب والاكس شو تساوي؟ قلنا اللي هي تساوي 2. طب انا الان بدي اطلع ايش؟ بدي اطلع قيمه ام. هسه قلنا الام هي مبنيه على قانون بحكوا له ايش؟ اللي هو سلوب. وشو قانون السلوب؟ اللي هو y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1. الان لو نطبق هاي المعادله عندنا على هاي الاحداثيات نجي نقول وين y2 في هذول الرقمين؟ وين y2؟ 8 اللي هو ناقص 6. هذا x وهذا شو؟ y. وهذا x وهذا 8 ناقص 6 على ايش؟ على 6 ناقص 3. فراح نقول هو حيطلع عندي هو 2 على 3. تمام؟ الآن لو جينا بس نطلع القيمة التقريبية لها فراح تكون عندي كونة خلينا نقول يعني خلينا نقول هنا مثلا 2 على 3 خلينا نقول هنا مثلا equal 0.6. هاي القيمة اللي طلعنا هي قيمة مين؟ هي قيمة مين؟ هي قيمة أم. إذا أم الآن صارت عندي كمان جاهزة اللي هي 0.6. الآن بجي بقول في القانون تبعي بناء على اللي هو الـ y أم في x زائد c، فبقول اللي هي 0.6 ضرب ايش؟ ضرب الاكس اللي هو ايش؟ قديش قيمة اكس؟ اللي هي 2 زائد قيمة واي اللي هي قديش قلنا قيمة واي؟ قيمة السي اللي هي الواي انترسبت اللي هي 4 صح؟ فبكون عندي هو جواب 0.6 ضرب 2 زائد 4 فحيطلع عندك 5.2. لكن بالتقريب حتكون عندك هي قيمة 5. إذا y هي تساوي شو؟ هي تساوي 5. فحتكون عندي الإحداثيات في هذا المكان من 2 ولغاية هون حتكون عندك في هذا المكان فحتكون عندي اللي هو 2.5 x y. هاي بحكوا لها اللينير ريجريشن. بس القانون تبعها طبعا قانون هو فيش قوانين لقدام حفرجيكم إياها حتشوفوها معقدة، لكن هي بسيطة وسهلة جدا جدا جدا. أخذتوا هذا باللينير القانون هذا شباب؟ دانيا إيهاب دكتور مر معكم هيك؟ مر علينا. أيوة هسا هذا حنعكسه باللينير ريجريشن. ماده التحليل الاحصائي اخذته في التحليل الاحصائي، يعني هو نفس الماده طبعا انا الي مغزى فيه
إلي مغزى فيه، لكن هو بدي إياه لأنه لقدام بدنا نفهم شو يعني، كيف نطلع إحداثيات إيش بحكوا له الثيتا. طب الثيتا حيكون على أساس قانون زي هذا القانون في اللينيا ريجريشن، راح تكون هاي دكتور إحنا أخذناه بالأي آي بالإنترودكشن، أخذناه بالأي آي بس ما أخذناه بشكل زي هيك يعني اللينيا ريجريشن. I think يعني... صح إيهاب، I think إيهاب كنت معي صح بالمحاضرة. تمام. أنتوا كيف أخذتوه؟ إحنا ما أخذنا فيه deep please بهالطريقة، فwhich is good يعني إنه عم ناخده هلا. يعني أنتوا أخذتوا بس القانون وبس، يعني ما أخذتوا مثال مثلاً كيف تطلع الأحداثية. طب فهمتوا هذا ولا أرجع له؟ لأنه هذا حي في الكود لقدام لما أشرح عن linear regression. راح أحط قانون نفس هذا القانون، بس هتشوفوا كيف الآن بموضوع لقدام، يعني هذا إن شاء الله لقدام بالمحاضرة كيف نطبقه على موضوع أو كيف نشوف قضية الإكواجن اللي بتصير في الألغوريثم تبعت اللينير ريجريشن. فإذا ما فهمتوه ممكن أعيده. أنا راح أرجع أعيده على هذا لأني صراحة بالدوام فراح أرجع أعيده على التسجيل. وإذا ما فهمت إيش دكتور راح أجننك بالأسئلة. ولو أهلا وسهلا، يعني إحنا في النهاية هي يعني فرصة نتشرف فيكم كلكم، يعني الله يسلمك. هذولا بس الإكواجين اللي أنا حبيت يعني أتطرق فيهم. عندكم مساحة كمان إنكم تستوعبوا أكثر في نفوت في موضوع الكود شوي، ولا ما عندكم خلاص؟ شو رأيكم؟ أنا ما عندي مشكلة. يعني شوية أساسيات بالكود وتشوفوا كيف الآن بدنا نبلش نشتغل على موضوع المكتبات. لكن أنا كان هامي إني أنا أحكي عن موضوع linear regression، أحكي عن linear equation، عن الترانسبوز، كيف نعكس الماتريكس، كيف نضرب الماتريكس ببعض، كيف نجمعهم مع بعض، إيش المين، إيش الميديان، كيف نطلع الرباع، الستاندرد ديفيشن. هاي الشغلات يعني هي اللي بتهمني كثير في خلينا نقول دورتنا هاي اللي هي قضية الماشين ليرنينج. أوكي بس شوية الري أتوقع أخذناهم بالبايثون 2 كيف معهم بايثون 2 ونعمل عليهم بايثون 2 ولا أنا الدكتور لسه ما أخذت صراحة بايثون 1 فيعني صراحة حيفيدني هذا الموضوع بالنسبة للبيسكس. بالضبط هي حتاخذيها هذا الفصل. طيب معناته بدكم تنتبهوا معي لنقطه في البايثون. هسه البايثون يا شباب في عندي هنا بس خليني انا اتاكد اني انا مش حافظ ولا شيء، خليني افتح هون اللي قدامكم او خليني افتح البرنامج كله قدامكم. في عندي انا هنا بحط سبايدر بين قوسين اناكوندا. في عنا في عالم الماشين ليرنينج هو بيهتم او الاساس اللي بيعالج قضيه الماشين ليرنينج هو لغه برمجه اسمها بايثون. لكن بايثون بتنقسم الى اقسام. تقدر تحكوا لي شو الفرق بين بايثون وبين سبايدر وبين اناكوندا؟ شو الفرق بينهم؟ شو اللي جمعهم مع بعض؟ اتوقع السبايدر هو مشغل للبايثون والسبايدر جزء من الاناكوندا، واحد من البرامج. ممتاز صحيح. وفي الاناكوندا في اكثر من اكثر من برنامج بنقدر نستخدمه للبرمجه. ممتاز. انا بعرف البايثون اللي اخذناه في الجامعه، بعرف سوري السبايدر اللي اخذناه في الجامعه هو جزء من الأناكوندا. يعني ممتاز المعلومات. نازل الأناكوندا عشان نقدر نشغل كل إشي على السبايدر، لأنه أحيانا في أشياء ما تشتغل إلا لما تكون منزل الأناكوندا وتفتح السبايدر من الأناكوندا نفسه. نقدر ننزل السبايدر لحاله بدون أناكوندا بس عشان يكون 100%. لا خلينا نعدلها يا إيهاب. نقدر ننزل بايثون لحاله بدون أي إشي. البايثون هو كومبايلر، يعني هو اللي هو مكان بكتب فيه الكود. تمام.
بس المشكلة إنه بايثون ما بيساعدك إنه يعمل إكستراكت، إنه يطلع الرسومات، ولا بيساعد يعني الكود، يعني ما بيساعدك إنك أنت تستدعي، خلينا نقول تعمل ريد لفايل مثلا عن طريق بايثون. أنت بحاجة إلى خلينا نقول فانكشن تبني لحتى تقدر تقرأ الفايل. بايثون حجمه على فكرة حجمه يمكن لا يتجاوز الجيجا، لكن إجت شركات ضخمة وقالت أنا بدي إيش أعمل؟ بدي أعمل أسوي بيئة متكاملة باستخدام إيش اسمه الأناكوندا. هسه أناكوندا هي بيئة متكاملة تحتوي على مجموعة من اللايبراريز، مجموعة من المكتبات. هاي المكتبات هي اللي بتساعدني إني أنا أبني أو أستدعي او ابني الكود اللي بدي اياه بدون ما اني افوت بتفاصيل هاي اللايبرز. لكن عندك ايش اسمه الاي دي اي اللي هو الانتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت، اللي هو بحكوا له اللي بيستخدم، خلينا نقول اللي من خلاله انا بقدر ابني، او خلينا نقول هو البلجن اللي بتركب على فادى ذلك في اناكوندا انه يزيد حجم السايز تبعه الى اكثر من 40 جيجا، لانه تبتحكي عن مجموعه من اللايبرز، واعتقد تتجاوز ال 180 اللي بتكون من هاي اللايبرز اللي ممكن انا استدعيها واطبقها عندي داخل بايثون. الان بيجي عندك سبايدر. سبايدر هو زي بلجن، هو خلينا نقول اوبن سورس، بقدر انا من خلال السبايدر يساعدني انه يعطيني اختصارات للكود اللي انا بدي اياه. هو بيحكوا له اي دي يعني انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت، ممكن اني اشتغل اكثر من بلجن، ممكن سبايدر او زي ما تفضل ايهاب شيء بيحكوا له جوبيتر، او اللي هو شيء بيحكوا له جوجل كولاب. في مجموعه بلجن ممكن اركبها على اللي هي طبعا هو 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 تولز من الاناكوندا بيتركب على بايثون لحتى اقدر استدعي فيها هاي المكتبات. يعني بيئه متكامله، وجود اناكوندا وسبايدر وبايثون مع بعض. اوكي، هسه انا اذا بدي اروح او اهم المكتبات اللي بتكون موجوده في خلينا نقول بايثون بشكل عام هم النمباي والبانداس والماتبلوت، لكن في عندك مجموعه كبيره كبيره جدا من اللايبرريز ما بقدر انا استدعيها من خلال بايثون الا بوجود اناكوندا اللي يساعدني ان انا اجيب اللايبرريز اللي بدي اطبقها باستخدام ويب بيج اسمه سايكت ليرن، اذا عمركم سمعتوا فيه او مر عليكم ايهاب اس كي ليرن سايكت ليرن. شو هي دكتور؟ هسه سايكت ليرن هو موقع يعني او ممتاز تحكي عليه اللايبرري كلها تقريبا، وتعرفت عليها لحالي، قرات عنها لحالي وحاولت اني اشتغل عليها لحالي. ممتاز ممتاز ما شاء الله ممتاز. السايكت ليرن هي خلينا نقول يا آية المجمع اللي بيحتوي على كل هاي اللايبرريز، تمام؟ هو 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 البنية اللي من خلاله أنا بقدر أتعرف على هاي اللايبرريز وأشوف شو بتعمل كل واحدة فيهم. الآن أنا إذا بدي أروح مثلا أطبع مجموعة أصفار مع بعض مثلا، أو بدي خلينا نقول بدي أطبع مجموعة أصفار مثلا 5 أصفار، انا ما بقدر اقول مثلا البرينت راح اقول اذا انا قضيتي في موضوع ارقام، اذا انا بدي استدعي مكتبه اسمها نمباي. النمباي هي خاصه في قضيه الارقام وقضيه الاري والليست والتفاصيل اللي لها علاقه بالارقام، فراح اقول ايش امبورت اللي هو نمباي از ام بي. ام بي هو اختصار للنمباي، يعني على اساسه بدي استدعي هاي اللايبرز. اوكي، الان بدي اقول مثلا x equal np اللي هو الاختصار تبع هاي المكتبة np dot مثلا 0 as مثلا أنا بدي عدد الأصفار يطلع عندي 5 أصفار هيك. الآن بدي أقول له إيش print مثلا لمين، print مثلا للx، فعملت import لnumby وقلت له إنه هذا الفاريبل خزن جواتك 5 أصفار. الآن بدي أعمل برينت للقيمة اللي تخزن جوا X، فراح يروح يعطيني كم صفر؟ 5
أصفر جوا طبعا جوا جوا الري. أوكي مثلا نفس الشيء بدي أقول مثلا X equal مثلا MB، لازم أقول MB، ما بصير أقول مثلا ليه، هو اسم اللايبرارس اللي حتساعدني أن أنا أتعامل مع قضية الأرقام. مثلا dot مثلا 1 بس بيكون وراء حرف S، مثلا بدي أنا 10 وحدات وراح أجي أقول له، أقول له هنا run مثلا، أعمل هاي run أو F9 وبعدين أقول له print، فراح يروح يطبع لي مثلا واحدة. الآن الموجود عندكم المنطقة هاي هي الانفايرمنت اللي أنا ببني فيها الكود. عندك هذا المكان هي له علاقة بالداتا فريم ويطلع طلع لك النتائج اللي بدك إياها، أو يطلع لك نتائج الفيجواليزيشن الرسومات أو إلى آخره. في عندك الكونسول بهذا المكان أنت بتقدر تبني فيه وتقول له مثلا برينت مثلا مثلا أحمد. فالآن إذا بتعمل بتضغط إنتر حيعطيك، فهو بوظيفة الكونسول بيظهر فيه نتائج الكود اللي انت بتبنيه بهذا المكان. لكن ممكن انت بدك مثلا يطلع عندك تبني كود تطبقه مثلا as separated بشكل منفصل وخلص، بس يعني بنفذ لك line by line. هنا بتقدر تنفذ بلوك من الكودات مع بعض بدون الحاجة انك ترجع لإشي ثاني. يعني هنا انت بتقدر تنفذ هذا الحال وبتقدر تنفذهم الثلاثة مع بعض بصير. هنا لا، انت يعني كل لاين تكتبه هو حينفذ لك بمجرد ما تضغط انتر. اوكي في هذا المكان. فجزئيه السبايدر او البلجن تبع سبايدر هو مقسم الى ثلاث اجزاء. مكان ممكن اكتب فيه جروب اوف كود ان اوف لاين اوف كود واطبقهم اعملهم رن يا اما مع بعض او اعمل رن لاين باي لاين. لكن الكونسول تعطيك الريزلت مبدئيا بعض احيان، وتعطيك مجال انك انت بدك تطبع شيء يعني خلص لاين واحد، يعني تخليه دايركتلي فورا يطلع لك هاي النتيجه. اوكي الان تطلعوا كيف، مثلا لو اجي اقول له مثلا انا والله بدي اطبع القيم اللي موجوده عندي مثلا 1 2 3 4 بس بدي اخليهم على شكل مثلا يطلع عندي على شكل اري يطلع عندي، فراح اقول له مثلا الاس مثلا equal إيش اللي هو اسم اللايبراري اللي له علاقة بالأرقام اللي هو الMP تمام dot إيش dot array تمام. وأقول له طبعا خلينا نقول هنا نضبط القضية أكثر، نقول له هنا مثلا أنا بدي إياهم يطلع عندي مثلا 1 2 3 4 for example. أوكي الآن بدي أقول مثلا مثلا LAA equal اللي هو MP dot إيش array تمام، لكن لمين؟ لا LA. الان بدي اجي هون بدي اقول ايش print مين اللي هو LAA. فالان شو اللي صار، راح يخزن القيم اللي عندي هما اللي هو 1 2 3 4، راح اقول له انه هذول 1 2 3 4 حط لي اياهم جوا array. الان اطبع لي LAA، فراح طبع لي اياها على شكل array، طبع لي اياها على شكل ايش، على شكل array. اوكي اوكي ممكن تطبع مثلا a group of array، هسه مجموعه array مع بعض ماشي اللي هي بحكوا لها list. الليست هي array of array، يعني بتقدر تقول زي هيك وتقول مثلا 1 2 مثلا 3 4 كوما، وتقول هنا مثلا 6 7 8 9 الى اخره. وخلينا ناخذ هذا كمان كوبي هيك ونحط مجموعه ارقام في هذا المكان هيك، ونحط ارقام عشوائيه فالان هاي الليست. الآن طلعوا كيف نبني الكود، بنقول له إيش import، طبعا هو موجود أكيد متعرف عليه بس عشان إيدينا يعني تتعلم على هاي النقطة، فراح نقول import إيش اللي هو numby as nb، يعني يجيب لي هاي المكتبة تمام. الآن بعد ما جبنا هاي المكتبة حطينا الليست اللي هي array of array. الآن راح أقول له تحت شو، راح أقول له مثلا اللي هو خلينا نقول هنا array equal شو اللي هي
اللي هي mp dot f array لمين؟ لا الليست. الآن بدي أقول له إيش مثلاً print اللي هو مين؟ array. لاحظوا كيف كل variable عرفته، بس هون لأن أنا معرفه بالكابيتال راح يعطيني الشكل. فالآن لو جيت أعملهم run زي هيك هذا شكل، خلينا نقول هنا خلينا نقول هنا print مثلاً list، ونقول هنا print مثلا يطلع عندي سطر جديد مثلا، خلينا نقول line جديد. ايوه وهنا print والله نشوف شو راح يطلع الجواب. تمام هاي هو طبع الليست، والان حولها ل array. يعني قلت له اطبع لي هاي الليست، وقلت له بعدين حول لي اياها للاري. الان طبع الليست الاصليه القديمه، تمام. بعدين طلع سطر جديد، الان برنت اري، فحول هاي الليست ل ايش؟ ل هو اري. طيب مثلا انا بدي ارقام تكون مثلا ما بين الواحد وال15 مثلا، راح نقول له a equal مثلا mb dot اللي هو A range. A range بدي من الواحد ولغاية مثلا الخمستاشر. فلو أجي أقول له مثلا برينك اللي هو A، نشوف والله نطبق هذا، بس خلينا نشوف شو راح يطلع لنا. A يساوي بدي range من واحد لغاية خمستاشر، فهي أعطانا إيش 1 2 3 4 5 إلى آخر لغاية 15. بس دائما في بايثون اخر رقم is not represent بحكوا له. اوكي طيب جيت انا والله قلت له لا انا بدي من 1 ل 15 وبدي الستيب يكون عندي مثلا 3، فهيك راح يعطيني اعتقد اكيد ستيب، فراح يقول 1 بعدين 4 اللي هو يعني قاعد بجمعهم لارقام. هسه ممكن مثلا انا بدي يطلع عندي الارقام، او خلينا نقول مثلا الزيرو بدي يطلع عندي على شكل مثلا الري مثلا. فلو نيجي مع بعض مثلا هنا على خلينا نقول الزيرو، لكن بدي مثلا اقول له بدي اياه مثلا انا بدي اياك تكون عندي على شكل الري، ويكون الري قلنا شو اختصار الكولوم في الري اللي هو ايش؟ الرو في الاري شو اختصاره قلنا وانا بشرح لكم في الماثماتيكال قبل شوي اللي هو ام الرو، والكولوم هو ان. فراح اقول له مثلا والله انا بدي ام بي دوت مثلا زيرو مثلا اللي هو الرو يعني الام بدي يكون عندي 3 في 4. فلو اعمل بالله هنا import run اوكي فراح يروح يعطيني ايش array matrix، تمام، مجموع الصفوف 3 وعدد الاعمده هم كم؟ هم 4 اعمده. اوكي هم 4 اعمده. مثلا انا بدي يطلع عندي القيم مثلا random، انا بدي random، شو الحال مثلا؟ خلينا نقول بدي انا عندي يطلع عندي راندوم، راندوم يعني بشكل عشوائي، انا بدي يطلع عندي ثلاث ارقام راندوم. فخلينا نقول مثلا r equal اللي هو np dot random dot rand بدي يطلع عندي ثلاث ارقام. الان شو بدي اقول له هنا؟ لاحظوا كل شيء انا قاعد بطلب فيه np، قاعد بجيب اللايبرري، بعدين راح اقول ايش؟ برينك اللي هو ايش؟ اللي هو الار. لو والله عملنا رن شو جاب لي؟ جاب لي ثلاث ارقام شو مالهم؟ بشكل عشوائي. ثلاث ارقام ايش؟ بشكل عشوائي. طب اجيت والله لا انا بدي يطلع عندي اري ماتريكس خلينا نقول ابعادها
ثلاثة بأربعة، شو راح أقول؟ كيف ممكن أجاوبها هاي؟ كيف ممكن أجاوبها؟ ماتريكس أبعادها ثلاثة بأربعة. بدي يطلع عندي ماتريكس أبعادها ثلاثة بأربعة، كيف ممكن أعالجها؟ كيف ممكن أسويها؟ راح أقول له راند إيش؟ بس بين قوسين ثلاثة في إيش؟ أربعة. أعتقد ممكن هاي يجينا عليها إيرور، بس نشوف شو راح يعطينا. أيوة يقول لك لأنها تابلز، فخلينا نروح نشيل هذا القوس ونشوف نعمل له رن. فراح شو أعطاني؟ أعطاني ماتريكس أبعادها ثلاث صفوف بأربعة، طبعا هاي أرقام عشوائية في الراوند، تمام؟ أبعادها ثلاث صفوف في أربعة. أعمل طبعا أنا بدي أتعامل مع أرقام صحيحة، مش أرقام يعني مش ريال، مع أرقام إنتجر. طب كيف ممكن نعملها؟ نقوله مثلا R dot H and B dot random dot rand int، يعني rand int يعني اختصار من integer. فأنا بدي الأرقام تكون عندي خلينا نقول من واحد ولغاية المية. فبالحالة هاي شو راح يعطيني؟ راح يعطيني أي رقم، أي رقم ما بين الواحد ولغاية المية، بس مش في كسور، رقم صحيح. فلو أقول الآن، بس خلينا نقول هنا، نقول R equal. الآن ننزل هنا نقول إيش الآن؟ اللي هو print اللي هو ال R، نشوف شو راح يعطيني جواب. run، فأعطاني إيش؟ هاي زي ما أنتم شايفين راح أعطينا رقم خمسة. زي كأني قاعد بقول له بدي أرقام من واحد لمية، بدي رقم من واحد لمية يكون إيش؟ integer. طب أنا الآن ما بدي رقم واحد، أنا بدي خمس أرقام. طبعا أنا بختار من واحد لمية. كيف ممكن نطلع عليه هنا؟ راح أقول له إيش هنا؟ راح أقول له بدي خمس أرقام. فلو نعمل بالله ران مرة ثانية نشوف شو راح يعطينا. فراح أعطاني إيش؟ خمس أرقام. طب والله أنا 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 بس بدي قاطعك. آه. أنا بدي أعتذر، بدي أطلع من المحاضرة لأنه عندي والله شغل. بكمل الريكورد اللي انت حتنزله انا بعد لا عادي عادي ولو حياك الله يا إيهاب. خلص احنا لهون راح نتوقف، وبكره اذا بدكم بنكمل شويه اساسيات في النمباي، كيف نتعامل مع الارقام وكيف نخلي يطبع. فراح نتوقف احنا لهون ان شاء الله، واتمنى لك التوفيق والله يسعدك. تحياتي لكم جميعا، تحياتي الشباب. راح نوقف لهون ونكمل ان شاء الله لبكره. كل الاحترام، تحياتي، تحياتي، حياك الله، السلام عليكم. شكرا.